بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 49 بعد 200 في تأمل وتدارس أحاديث رياض الصالحين العلامة النووي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. هذا حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنهما في أمر النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف. الحديث مخرج في الصحيحين بروايتيه: لتسون صفوفكم، واللام لام موطئة للتوكيد والقسم، يفيد وجوب هذا الفعل. أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، في الرواية الأخرى أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وهذه المخالفة لما اختلفوا في صفوفهم فلم يصطفوا فيها ويرصوها ويتقدم بعضهم على بعض ويتأخر بعضهم عن بعض، استوجبت المخالفة في القلوب والوجوه. وكان يعدلها عليه الصلاة والسلام بيده، ويأتي في حديث أنس أنه كان يمسح على صدورهم ومناكبهم حتى يقيموها ويعتدلوا. يقول أبو سعيد: فلما رآنا عقلنا ذلك عنه، أي فهمنا أمره وتدبيره لنا بتسوية الصفوف على النحو الذي أراد، واستقبل القبلة ليكبر، وقف ثم التفت، وإذا رجل متقدم بصدره على الناس، فأمر عليه الصلاة والسلام بتسوية الصفوف، دل على أن تقدم الصدر على الناس يعني تقدم جسمه. ولهذا يدفع ذلك المحاذاة، فلو تقدم خطوة أو بعضها دل ذلك على أنه لم يسوي الصف. قال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. أما تقدم البطن فلا يضر، لأنه ليس باختياره، إنما ناشئ مما هو في علامة أهل هذا الزمان في ظهور السمن فيهم. والصدر مقدم كل شيء، وهو يشمل ما فوق السرة إلى دون النحر. وفيه حثه عليه الصلاة والسلام على تسوية الصفوف وترغيبه فيها، ليصف المسلمون في صلاتهم في هذه الدنيا كما تصف الملائكة في صلاتها عند ربها سبحانه وتعالى. ومر علينا أن تسوية الصفوف على نوعين: نوع واجب وهو ما يسد خللها، حتى إن الشيطان يأتي كأنه الجفرة أو السخلة أو الحذف كما يأتي، وهي غنم سود كانت في اليمن تتخلل هذه الصفوف، فالفرج بين الصفوف ممنوعة وحرام، وتقدم الإنسان في الصف عن غيره هذا أيضا حرام، وتأخره كذلك حرام لأنه يحدث في الصف فرجة. وأما التراص في المنكبين وفي الكعبين وفي الركبتين فهي من السنن والمستحبات. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. رواه أبو داود بإسناد حسن.
نعم، هذا حديث البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان يتخلل الصف، يتخلله ينظر في خلله من طرفه إلى طرفه، يطيل في ذلك لعنايته بالصف صلى الله عليه وسلم، ولولا أنه سنة مؤكدة ما فعله، ولو ترتب عليه تأخر الإقامة قليلا. وهكذا كان عمر يفعل في تخلل الصف وتتبعه، يمسح على صدورهم أي لتحصل المساواة، ثم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف. وذكر أن الله وملائكته يصلون على أصحاب الصفوف الأول، كلما كان الصف الأول كلما كان أدعى وأحرى لصلاة الله عليه ثم صلاة الملائكة عليه. فما معنى صلاة الله على عباده؟ هو ثناؤهم، ثناؤه عليهم ومدحهم في ملأه الأعلى. وما معنى صلاة الملائكة على عباد الله؟ هو دعاؤها الله أن يصلي عليه، أن يثني عليه ويمدحه ويرضى عليه في ملأه الأعلى. هو الذي يصلي عليكم وملائكته. والله جل وعلا يحب إقامة الصف واعتداله وسد خلله، وأنه سبب لصلاة الله على عبده، فهذه فضيلة إثر فضيلة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. نعم، هذا حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم وألينوا في أيدي إخوانكم. ومعنى ألينوا في أيديهم أي لا تشدوا عليهم وتؤذوهم، لما في أحيانا تسوية الصفوف من أذية بعض المصلين بعضهم بعضا. ألينوا في أيدي إخوانكم ليكملوا الصف ويسدوه، وفيه رحمة المؤمن بإخوانه ولطفه بهم، لا عنفه عليهم وتعزيره إياهم. وسدوا الفرج وسووا الصف وأتموا الصف الأول فالأول. إتمام الصف الأول بأن لا يكون فيه خلل، فإن ترتب خلل فليكن في الصف المؤخر، يتم الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث. وفي هذا رد على من يقول إذا جاء الصف والصف مكتمل يسحب واحدا من الصف الأمامي ويصف معه، هذا خلاف أمره عليه الصلاة والسلام، وفيه أتم الصف الأول فالأول. وثمة ملاحظة تتكرر في المساجد الكبيرة ومنها هذا الجامع، تجدهم في الطرف الأيمن يتمون الصفوف، ينشون صفوف جديدة قبل إتمام الصف الذي قبله في أطراف الصف، لأن أكثر من يأتي من الجهة الشمالية. لا يجوز يا أخواني أن ينشأ صف قبل إتمام الصف الذي قبله، حتى لو أراد أن يدرك الصلاة، لو تمشي تروح لطرف الصف عشان حتى تتمه وتكمله فهو أوجب عليك من أن تنشئ صفا ثالثا أو رابعا حتى تدرك فيه التكبيرة، تكبيرة الإحرام. والظاهرة هذه أراها تزداد في المساجد الكبيرة، مشيك وسعيك إلى الصلاة أنت في صلاة، هب أن الإمام سلم وأنت تمشي الحمد لله أنت في صلاة، فأطع نبيك واستجب لأمره وحصل هذا الفضل. ومن وصل صفا وصله الله، ما معنى وصله؟ أتمه فلم ينقطع، كمله فلم ينخرم. والوعيد ومن قطع صفا قطعه الله، قطعه لم يتمه مع إمكانه لإتمامه، فهذا وعيد يا أخواني. والأول وعد، فإذا اجتمع وعد ووعيد على فعل يدل على أن فعله واجب وأن تركه محرم. وهذه الحفاوة من الشريعة الغراء لإقامة الصفوف تعبدا في ذاتها،
ومشابهة للملائكة عليهم الصلاة والسلام في عبادتها ربها، وإرجافا وإرغاما لغير المسلمين إذا رآهم صفوفا صفا إثر صف متراصين، فيها إرغام لهم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلال الصف كأنها الحذف. حديث صحيح رواه أبو داود. هذا حديث أنس ابن مالك، رواه أبو داود وابن ماجه وابن ماجه والحاكم وابن حبان وصححاه. يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم برص الصفوف، والرص وإن كان فيه نوع مزاحمة فيها التراص، هذا بجانب هذا، فيها رص الصفوف وسد الخلل والمحاذاة بين المناكب والأعناق، ما يتقدم عنق ويتأخر عنق، مرة جاء ذكر العنق ومرة جاء ذكر الصدر، كل ذلك لأن يكون كتلة البدن واحدة. ثم قال: إني أرى الشيطان يتخلل هذه الصفوف كأنها الحذف، وهي غنم سود صغار في اليمن، يعني مثل الجفار والسخال يتخلل بها الصف حتى يقطعه، فأنت مأمور أن تسد عليه مساده، وهذا أمر واجب. الصلاة في نفسها صحيحة، لكن يأثم من يترك فرجة للشيطان عن يمينه أو عن يساره، والذين يتركون الفرج إما كبرا وإما لحظ نفس وإما عناد وإما تهاون في أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله العظيم، إذا تركت السنن بودر بتركها إلى ترك الواجبات، وإذا أتيت السنن كان أحرى وأجدر أن يسارع إلى أداء الواجبات. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا حديث أنس الآخر رضي الله عنه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام الصف المقدم الأول ثم الذي يليه، فتتم الصفوف بتتابعها خلف الإمام، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر، فإن جاء من أكمله وإلا يبقى على نقصه. وهذا رد على من ينشئ صفوفا قبل إتمام الصفوف الذي قبلها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود. هذا حديث عائشة رضي الله عنها، رواه أبو داود، والمصنف صحح إسناده وقال إنه على شرط مسلم، لكن الحديث من روايته معاوية بن هشام، وقد تكلموا فيه، وقد نبه الحافظ البيهقي إلى علة في الحديث، فقال: إن اللفظ المحفوظ في الحديث إن الله وملائكته يصلون على أصحاب الصفوف الأول، ولهذا جعلوا على ميامن الصفوف من الألفاظ الشاذة. ميمن الصف أفضل من ميسره، لكن كلما قرب من الإمام كان أفضل لما يأتي في الحديث الثاني. أما جعل الميامن أفضل بالإطلاق من المياسر، معناها ماذا؟ إهمال المياسر. وسيأتيكم الحديث أمره صلى الله عليه وسلم بسد الخلل وتوسط الإمام في الصف، يكون هناك عمن عن يمينه وعن يساره. نعم. وعن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك. رواه مسلم. وهذا حديث البراء ابن مالك الأنصاري رضي الله عنهما، قال: كنا نحب أن نكون عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمين الصف، حتى إذا سلم استقبلنا بوجهه صلى الله عليه وسلم.
قال وفيه من الاستحباب أنه يقرهم على ذلك، لكن ليس فيه إهمال ميسرة الصف لحصول الأمر حتى للميسرة، يقبل عليهم أيضا بماذا؟ بوجهه صلى الله عليه وسلم. ولهذا اللفظ المحفوظ إن الله وملائكته يصلون على أصحاب الصفوف الأول، ولفظ حديث عائشة يصلون على ميامن الصفوف لفظة معلولة غير محفوظة، كما نبه على ذلك الحافظ البيهقي، وأظن أيضا الدارقطني نبه إليها. وفي الحديث أيضا استحباب هذه الكلمة، يقول البراء رضي الله عنه كان يقول إثر سلامه، يعني إذا استقبل بوجهه يمنة، رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، في رواية رب قني عذابك يوم تجمع عبادك. فيؤخذ منها أن من الذكر الذي يكون عقب الصلاة المستفيض يستغفر ثلاثا: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يقولها ووجهه تلقاء القبلة، يرفع بها الإمام وكذا المأموم صوته. ثم إذا انصرف بوجهه سواء من الجهة اليمنى أو من الجهة اليسرى، وكلاهما ثابتان عنه صلى الله عليه وسلم، قال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وحديث البراء عام في الصلوات، وجاء أيضا في صلاة الفجر وصلاة المغرب. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسط الإمام وسد الخلل، رواه أبو داود. نعم، وسط الإمام أي اجعلوه وسطكم، لا مانع من زيادة يسيرة عن يمين أو عن يسار، لأن المسائل هذه ما هي بالمسطرة، إنما هي بالتقريب. وسط الإمام، فلا يكون الإمام على طرف، وإنما يكون وسط الصف متقدما عليه، ولا يتقدم يبعد، وإنما تقدما يسيرا حيث يراه من وراءه وفي أطراف الصفين. وسد الخلل، والخلل الذي يسد هو الخلل الواجب، وكما سبق ألا يكون خلل يمر حذف أو جفرة أو سخلة بين الصفوف، وهذه أوامر تقتضي الوجوب. وفيه أيضا أن المرأة لو صلت إمامة على النساء تكون وسطهم، لكن لا تتقدم عليهم، وهذا الفرق بين إمامة من ومن؟ إمامة الرجال وإمامة النساء. وبالإجماع لا يصح أن تأم المرأة الرجال ولو كانت أعلم الناس وأحفظ الناس، وإمامة المرأة للرجال من الأفعال الشاذة المخالفة لدين الله جل وعلا، المصانعة لمدعي حقوق المرأة من الشرق والغرب. وفيكم سماعون لهم، وفيكم راضخون لهم، وهذا لا يصح أبدا بشريعة الإسلام. نعم. باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما. هذا الباب جعله النووي مقدمة لأبواب يفصلها في السنن الرواتب وفضلها والمحافظة عليها، فهو كالتقدمة لما يأتيه من أبواب تأتي بعده. نعم. عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة، رواه مسلم. هذا حديث أم حبيبة. ما اسم أم حبيبة يا أبان مي؟ رملة بنت سفيان. غلط. وش تقول يا إبراهيم؟ وش تقول يا حماد بن إبراهيم؟ أجل، بس عندك علم اسم حماد بن إبراهيم؟ ما اسم رملة؟ لا تقول عندي حديث وعندي علم. يلا عطني اسم رملة. وش تقول يا مجذوب؟
والله من السجات عندكم، لو ندرج السؤال عليكم كلكم تبي تجيبونه يا أخواني ولا سجات؟ ها يا أبو صالح وش تقول؟ وش في إيش؟ ها هني خابر. ها يا دكتور، رملة بنت أبي سفيان، ما هي بنت سفيان، رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، وهي زوجة عبيد الله بن جحش، هاجرت معه إلى الحبشة وزوجها تنصر ومات هناك. هذا مهاجري، مهاجري هاجر ثم تنصر حتى تبقى على قلق أيها المؤمن وعلى خوف أيها الموحد. إلى متى؟ إلى أن تضع رجلك في الجنة، هذا الخوف. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله متى الراحة يا أبا عبد الله، إلى قوم في الدنيا أنواع الغثى والكدر والقلق، متى الراحة؟ قال الراحة لما نضع هذه، وأشار إلى رجله، في عتبة الجنة. والمؤمن يسأل ربه دائما الهداية، فإذا هلك الظالمون وذهبوا لا تشمت، بس ربك الثبات أنت على دينك، أن تضمن ولا ما تضمن. والله جل وعلا يقول في مثل هذا: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها روت حديثان، هذا أولهما. الحديث الثاني جودوه، بيجينا في سنة الظهر القبلية والبعدية. قالت رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله كم؟ ثنتي عشرة ركعة، وش الجزاء؟ وش الثواب؟ بنى الله له بيتا وين؟ ما هو في شمال الرياض، في الجنة، بيتا في الجنة. وبيت الجنة وشو؟ قصور، إذا حافظت على هذه النوافل. فكيف بالمحافظ على الفريضة؟ الثواب أعظم والجزاء أجل. وفيه أن تجاهد نفسك أن لا يقل نوافلك في اليوم والليلة عن كم؟ عن 15 ركعة. 12 ركعة الرواتب، 2 قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعدها، كم هذه؟ 8، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، كم هذه؟ هذه 12 ركعة، و3 ركعات وتر. جاهد نفسك في برنامجك اليومي أنها ما تقل نوافلك عن هذا، إن زدت زادك الله من فضله بأن صليت قبل الظهر 4 وبعدها 4 كما يأتي. الضحى نوافل مطلقة، قبل العصر 4 في الليل، ركعات الوضوء، هذه زيادة خير، لكن تجاهد نفسك في برنامجك اليومي ما تقل صلواتك النوافل عن 15 ركعة. فإن جاهدت نفسك وتعبت ألفت ذلك، ثم صار ذلك من هجيراك، وإن زدت فما عند الله خير. وأبشر بهذا الوعد الكريم، يبني الله عز وجل لك بيتا في الجنة. وفيه فضل آخر، أنك تدخل به الجنة، لأن من بنى الله له بيتا في الجنة يعني أنه لن يلج النار، وقد يلجها على ذنبه، لكن مستقره إلى الجنة لا إلى النار. الله يعيذنا وإياكم من ناره وغضبه وسخطه وعقابه، وينيلنا رحمته ورضوانه في جنانه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 قبل الظهر، و2 بعدها، و2 بعد الجمعة، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. متفق عليه. حديث عبد الله بن عمر فيه أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلوات، تحتمل صلاها في المسجد وفي بيته، وكان أكثر صلاته النوافل في بيته. قال: 2 قبل الظهر و2 بعدها. الظهر فيها 3 سنن يا أخواني. حديث ابن عمر دل على أولها: 2 قبل و2 بعد. وبحديث
أم حبيبة أربع قبل وثنتين بعد، سنة ثالثة أربع قبل وأربع بعد. فنوع بين هذه السنن، مرة هذه ومرة هذه ومرة هذه. وحذاري حذاري من قطاع الطريق، إذا شافك على سنة قال لا سو سذا. نوع في السنن، نوع فيما ثبت عندك من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، تأتي بالفضل وتأتي أيضا بفضل آخر وهو عملك بأكثر من سنة ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام. وثنتين بعد الجمعة، هل الجمعة راتبة؟ الجمعة لها راتبة بعدية لا قبلية، وهذه من المواضع الأربعة عشر التي خالفت فيها الجمعة الظهر، فالظهر قبلها راتبة، الجمعة ما قبلها راتبة، لها راتبة بعدية. حديث ابن عمر الآتي إن شاء الله في صحيح مسلم أنه صلى أربعا بعد الجمعة، جمع العلماء بينهما بأنه إن صلاها في المسجد صلى أربع ركعات، ثنتين ثنتين عقب الجمعة، وإن صلاها في بيته صلاها ثنتين، ولو صلاها أربعا في المسجد وثنتين في البيت لكان على خير، لا مجال للتثريب عليه. وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء فهذه من الرواتب، وما بين الأذانين من مطلق النوافل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، ولقوله صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء. نعم. وعن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة لمن شاء، متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه، يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم أن بين كل أذانين، والأذانان هو الأذان والإقامة، ففيها تسمى الإقامة أذانا، وبالتالي لها أحكام الأذان تردد وراء المقيم وتدعو بالدعاء الوارد عقب الأذان وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. قال بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء، إلا صلاة واحدة ليس بين الأذانين إلا راتبتها وهي راتبة الفجر، فلا يشرع التنفل بين الأذان والإقامة في الفجر لعموم النهي لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، تخصص من هذا النهي ما جاءت به السنة من ركعتي الفجر وكذلك ركعتي تحية المسجد إذا دخل المسجد قبل أن تقام الصلاة. وإذا جاء مانع وحاضر ومبيح قدم المانع على المبيح، وبقية الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما بين الأذانين صلاة، أي تنفلوا فيه وصلوا، فهذا موضع للصلاة وموضع للدعاء، والصلاة مشتملة على القراءة وعلى الدعاء فجمعت الفضائل. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا وإياكم الاستقامة على سنة نبيه وثبتنا عليها حتى الممات، إن ربي جواد كريم، نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات، والحمد لله رب العالمين. سم إذا حس في ضيق تزاحم وتقدم، لا يتقدم لا يتقدم، يخرج من الصف ويتم بالصف الثاني، لأن الأمر بتسوية الصفوف أمر واجب، ولا يخل الصف بالتقدم كما جاء فيها الأحاديث التي فيها الوعيد، والله أعلم. سم وين يوم الجمعة يصلي من متى إلى متى؟ أي نعم. يقول ما هو الأفضل قبل خروج الخطيب، أن يشتغل بالنوافل ولا بالصلاة ولا بقراءة القرآن؟ ما تيسر له يفعله، الأنفع له والأيسر عليه يفعله، والأفضل إن تيسر يصلي الصلوات إلى قرب خروج الخطيب فيجلس يدعو ربه يستغفر يسأل ربه، لأن من دخول الخطيب هي أحد أرجح القولين في ساعة الإجابة، من دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة، هذا الأول، وآخر صلاة آخر ساعة من يوم الجمعة. وأدركت المشايخ رحمهم الله
يشتغلون بالصلاة ويقرؤون الكهف في 4 ركعات في تسليمتين، ويشتغلون بها إلى قرب دخول الخطيب ربع ساعة، يشتغل عندئذ بقراءة القرآن بإتمام ورده أو بدعاء ربه، وفي كل خير والله أعلم. سم تسمح له؟ ها؟ تسمح له ببلاش ولا بفلوس؟ تفضل. اي ذكرناه، هذا ذكرناه بدرس امس. نعم، الا تصفون في صلاتكم كما تصف الملائكه عند ربها، اي تسويه الصفوف والتراص فيها، ما يتقدم احد على احد. وهذا من مندوب نبينا لنا عليه الصلاه والسلام، ان نصلي صلاتنا بماذا؟ في صفوفها كما تصف الملائكه عند ربها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.